أهلا بكم في حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. عودة الحديث عن أقدم مصنع لتعليب الأسماك في اليمن. وزيرة إسرائيلية توجه دعوة للاهتمام بتراث اليهود اليمنيين. وفي أخبارنا المنوعة، النيابة العامة في مصر تفرج عن أم سجنت ابنها 10 سنوات. أهلا بكم. لا أحد في مأمن من معتقلات الحوثيين، وبغض النظر عن المجال الذي يعمل فيه فإنهم سيجدون مبررا للاعتقال. ووفقا لموقع المشاهد نت، استمرار اعتقال موظفي البنوك والرباعية تدين، حيث تواصل جماعة الحوثي اعتقال عدد من العاملين في البنوك المحلية على خلفية فتح الاعتمادات المستندية في البنك المركزي بعدن، في حين أدانت اللجنة الرباعية الاقتصادية المشكلة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية والإمارات التدخلات الأخيرة في أعمال البنوك المحلية وحملات الاعتقالات للعاملين فيها. واعتبرت اللجنة بأن تلك التصرفات تشكل تهديدا للمدنيين والاقتصاد اليمني، مطالبة برفع تلك الإجراءات التي تعيق استمرار استيراد السلع الأساسية. وكانت عناصر أمنية من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للأمن القومي الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي قد داهمت عددا من البنوك المحلية واعتقلت عددا من العاملين، وهو الأمر الذي تعتبره اللجنة الرباعية تدخلا غير مقبول. يذكر أن البنك المركزي في عدن وافق على فتح اعتمادات مستندية لتغطية استيراد المواد الأساسية عبر البنوك المحلية بمبلغ 441 مليون دولار، وهو الأمر الذي أثار حفيظة جماعة الحوثي التي لا تعترف بنقل البنك إلى عدن. حتى أصحاب المكتبات الخاصة الذين لا يجبرونك على شراء كتبهم أو حتى مطالعتها ويدعون الحرية لك في ذلك، فقدوا الحرية في زمن سيطرة الميليشيا على صنعاء، وقد اعتقل مالك واحدة من أشهر مكتبات أمانة العاصمة. ويعنون المصدر أونلاين: الحوثيون يختطفون مالك مكتبة في صنعاء بتهمة ترويجه لكتب لا تخدم توجه الجماعة. كما صادر مسلحو جماعة الحوثيين كتبا من مكتبة خالد بن الوليد التي تعد من كبريات المكتبات في صنعاء، وخطفوا مالكها بتهمة إنه يروج لكتب لا تخدم توجه الجماعة. وقال الروائي اليمني الغربي عمران إن ما تعرض له صاحب مكتبة خالد بن الوليد من مصادرة لكتب يظن الحوثيون بأنها ضد توجههم الفكري أمر لا يجوز تكراره. وأضاف رئيس نادي المقاه للقصة القصيرة إن المكتبة واحدة من المكتبات القليلة التي لم تغلق أبوابها وحافظت على نشاطها في ظل التضييق الذي يمارسه الحوثيون على كل من يخالفهم. يجب على كل ثورة أن تحاول تخليد يومياتها ولا تترك للتاريخ لعنة التزوير والعبث بالحقائق والذاكرة. هذا ما يقوله محمد العليمي في مقال وجه فيه دعوة لتبني أعمالا أدبية تخليدا لثورة فبراير حتى لا تترك فريسة سهلة لأعدائها. ويضيف العليمي في مقال نشره يمن مونيتور: إذا ما عدنا إلى التاريخ فإن النقاد يتحدثون عن رواية الحرب والسلام باعتبارها رواية أدبية، لكنها أيضا وثيقة تاريخية عن روسيا خلال منتصف القرن 19 وعن فترة الحروب التي خاضتها آنذاك. في عام 2010 أصدر ماريو باراغاسيوسا حفلة التيس، وهي رواية تتناول تاريخا سياسيا مهما في حياة دولة الدومينيكان. تؤرخ الرواية لفترة حكم تورخيو، والذي حكم الدومينيكان لواحد وثلاثين عاما حتى ثارت مجموعة كانت تسمى بحركة 14 أكتوبر، واستطاعت قتله في إحدى الطرقات أثناء عودته إلى القصر ووضع حد لذلك العهد الاستبدادي. هذه الرواية التي كتبها يوسا تجاوزت مضمونها الأدبي لتؤرخ لمرحلة سياسية وتتحول إلى ذاكرة تاريخية مكتوبة بطريقة أدبية. لقد قال عنها أحد المهتمين: إذا رأيت حاكما ظالما فادع الله أن يسلط عليه كاتبا كيوسا. هناك الكثير من الأعمال الأدبية التي خلدت مراحل مهمة في حياة الشعوب ولا مجال لذكرها الآن، ونحن بحاجة إلى مثل هذه الأعمال.
في اليمن حتى الآن لا توجد أعمال تتناول حدث ثورة فبراير التاريخي الهام حد معرفتي، وهي دعوة لكل رؤوس الأموال ورجال الأعمال الذين آمنوا بالثورة ولا زالوا يؤمنون بها إلى تبني أي أعمال أدبية أو تاريخية أو أي أعمال يمكن أن تكتب عن هذه المرحلة من تاريخ اليمن الحديث، وتشجيع المهتمين بصياغة هذه الأعمال، لأن هذه الأحداث التي بلا ذاكرة ورقية وأدبية جديرة بالتزوير والنسيان خلال سنوات معدودة. نصل إلى مطالعة الخبر الذي لا يغيب يوماً عن الإعلام بكل وسائله، ونقرأ من موقع الصحوة نت: إتلاف قرابة 1000 لغم حوثي في الجوف. يقول الموقع إن المركز التنفيذي التابع للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بالتعاون مع مشروع مسام أتلف قرابة 1000 لغم بمحافظة الجوف زرعتها ميليشيا الحوثي، وجرى ذلك بمديرية اليتمة بعد جمعها من مناطق عالية التأثير في اليتمة وخب وشعف من قبل فرق النزع الميدانية التابعة للبرنامج. رغم الأعداد التي تم انتزاعها إلى الآن، فإن العمل ما يزال متواصلا. ووفقا لمدير عام البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي، فإن الفرق الهندسية مستمرة في عملها بنزع الألغام في المناطق عالية التأثير كالطرق والمناطق الآهلة بالسكان والخدمية ومصادر المياه. وأشار العقيل إلى أن انتشار الفرق الخاصة من أعالي اليتمة بالجوف مرورا بمأرب وشبوة والبيضاء وأبين والضالع وعدن وتعز ومناطق الساحل الغربي وصولا إلى الحديدة. ما يزال الأهالي في عدن والمدن الأخرى يتذكرون إنتاج مصنع شقرة للأسماك، لكن ما هو مصيره الآن؟ تحاول صحيفة الأيام الإجابة عبر زيارة ميدانية، حيث تعنون: مصنع شقرة لتعليب الأسماك بأبين من الريادة إلى الانهيار التام. وتقول الأيام إن مصنع شقرة لتعليب الأسماك بمحافظة أبين يعد أول مصنع ينشأ على مستوى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ويعود تاريخ تأسيسه إلى 1967 في عهد الرئيس سالم ربيع علي. يقع المصنع في منطقة شقرة بشرق مدينة زنجبار عاصمة المحافظة بنحو 50 كيلومتر، وبلغ عدد العمال فيه أثناء افتتاحه في عهد سالمين 149 عاملا وعاملة. تقول الصحيفة إن العمل في المصنع توقف بقرار سياسي في شهر فبراير من العام 2002 من النظام السابق، وفي يناير من العام 2004 تم إحالة موظفيه بقرار سياسي إلى الخدمة المدنية كغيره من المصانع. ربما يكون الخبر السار الوحيد هو ما يورده للصحيفة رئيس نقابة العمال يسلم صالح محمد، والذي قال إن وزير الثروة السمكية وعد خلال زيارة قام بها إلى المصنع بمعية المحافظ ووزير النقل بإعادة تأهيل المصنع. عن المتربصين الذين انتظروا الثورة السلمية لينقضوا على مكاسبها ويحيطونها من كل جانب، كتبت نجلاء العمري مقالها المنشور في الموقع بوست مضيفة: جاءت الثورة الجديدة رغم المؤامرات الداخلية والخارجية، وهي لا تمتلك أدوات بناء الدولة، امتلكت الكثير من القيم وافتقرت لخبرات والحوامل القادرة على النهوض بتلك القيم. كانت الصدمة التي جعلت الناس تستيقظ من غيبوبتها، لكنها لم تكن الكفيلة بجعلهم قادرين على النهوض والحركة، وبدأت الحوامل القديمة تحتل المساحات الشاغرة، تمتلك الأدوات والخبرة، فتقدمت وهي لا تزال تحمل كل الإرث المريض لصالح، وبذات الأدوات للأسف أدارت المرحلة. وفيما الجميع غارق في خضم ما يحدث، كانت أحلام الأئمة الجدد تتجدد. الحوثيون وما يمكن أن ندعوه بجناح الهاشمية السياسية، وهم من ظلوا عالقين في كل مفاصل الدولة الوليدة، ويمتلكون المشروع والأدوات بعيدا تماما عن بناء دولة جمهورية، وبعيدا عن النهوض بشعب عانى طويلا من الجوع والفقر والمرض نتيجة سياسة الأئمة القذرة تجاه الشعب اليمني، ونتيجة حروبهم المتواصلة منذ قرون. كل ما كان يعني تلك الجماعة واستعادة حقها الإلهي في تركيع الشعب اليمني ونهب خيراته وإخضاعه، لذا عملت مع صالح على السيطرة على الدولة وإخضاعها لسطوتها وقيمها، وعملت في الخفاء
وكانت تستعد للحظة الحاسمة حتى سنحت لها بمساندة عدو الأمس صالح، والذي قام بتسليمها الكثير من المعسكرات وفتح المدن أمام طريقها من خلال تحييد جميع عناصره وأدواته، والتي كان أهمها المعسكرات ومؤسسة الجيش وشيوخ القبائل، مما سهل عليهم المهمة، وبمساندة عناصرهم الجاهزة لتجميل صور الميليشيا القادمة بكل أنواع الأسلحة لاسترداد ميراث الآباء والأجداد، والتي تعاملت مع الشعب اليمني كرعاع عليهم أن يخضعوا، وحاصروا المدن وقتلوا ونهبوا كغزاة. الدعوة التي وجهتها وزيرة إسرائيلية من أصل يمني لإحياء التراث العربي اليهودي وجدت صدى واسعا في الإعلام الغربي، كما تابعت عدد من المواقع العربية تلك الدعوة. وكانت وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية في إسرائيل جيلا جاميليل كتبت في صحيفة نيوزويك الأمريكية أن معظم العالم يعرف تاريخ يهود أوروبا الذي بلغ ذروته في المحرقة، ولكن الجزء الآخر من يهود العالم لا يتم ذكرهم أو التحدث عنهم، والذين جاءوا من الشرق الأوسط وإيران. وأضافت الوزيرة إنها ابنة حضارة ضائعة، ولدت أمها في ليبيا ووالدها من اليمن، وكانت هذه أقدم المجتمعات اليهودية في العالم خارج إسرائيل، مثل المجتمعات الموجودة في العراق واليمن والتي يعود تاريخها إلى آلاف السنين. قد يبدو هذا غريبا في الشرق الأوسط الذي مزقته الحرب اليوم، لكن اليهود عاشوا لقرون بين العرب في سلام ووئام، مما أثر المنطقة بالفن والثقافة والتجارة. وذكرت أنه مثل معظم الأشياء فإن هذا التاريخ له فترات جيدة وسيئة، علاقات الجوار السلمية تبعها تمييز اقتصادي ثم عنف مميت، حيث قتل الآلاف من اليهود في أعمال شغب عنيفة سببها خطابات الدم والاتهامات الباطلة. وأوضحت أن والدها يوسف هرب من اليمن في سن 10 وجاء إلى إسرائيل كطفل يتيم، حيث تبنته عائلة يهودية بولندية. مع أن هدف تحقيق أجراه موقع الجزيرة نت في ماليزيا التحدث عن حنين اليمنيين في بلادهم، إلا أنه كشف عن وجه آخر للحرب، حيث دفعت اليمنيين إلى التخلي عن مهاراتهم والالتحاق بأعمال أخرى، حيث يسرد الموقع حالات بينها قصة صحفي سابق كان يعمل في صحيفة 26 سبتمبر، والذي أصبح يعمل نادلا في مطعم يمني بشكل متقطع. وحتى هذا العمل غير متاح له بشكل رسمي، ويقول: العمل بصورة غير رسمية هو السبيل الوحيد للبقاء على قيد الحياة، وهي حال آلاف اليمنيين المنتشرين في المدن الماليزية. ويؤكد أن أبناء الجالية يحرصون عموما على احترام القوانين الماليزية، وقد نظموا حملات لشكر الحكومة والشعب الماليزيين على استضافتهم، ولكن المشكلة في عدم وجود البديل عن العمل بصورة غير قانونية لمن يملكون بطاقات طلب لجوء من فوضية اللاجئين في الأمم المتحدة أو الإقامة المخالفة لمن لا يملكون بطاقات ولا يستطيعون العودة إلى بلادهم، نظرا لأن ماليزيا غير موقعة على اتفاقيات جنيف للاجئين والبروتوكولات التي تبعتها، ولا تعترف بحقوقهم، فإنها لا تسمح للاجئين بالعمل أو الاستفادة من خدمات الصحة والتعليم الحكومية، وتطالب كل من يدخل البلاد بتأشيرات سياحية بتصويب وضعه القانوني قبل انتهاء مدة التأشيرة. ثقافة الارتزاق. تحت هذا العنوان كتب محمد فائد البكري مقالا تنشره بلقيس. منذ زمن بعيد تدفق المال إلى اليمن لشراء ولاءات وذمم على حساب القانون اليمني والدولة اليمنية، وقد كان المرتزقة في الصراع بين الملكية والجمهورية يقاتلون مع الجهتين ويوزعون جهودهم بين إمام الذهب وإمام المذهب حسب مقتضيات المال. وقد مارس الارتزاق وجهاء القوم وكبار رجالات البلد الذين باعوا ما ورثوه من رأس مال رمزي بوصفهم قادة اجتماعيين، وأصبحوا بمال الارتزاق أكثر نفوذاً وسلطة على حساب القرار السيادي للدولة وعلى حساب احترام القانون عموماً، وصار لهم ثقل وتأثير كثيراً ما عرض الدولة لصراعات داخلية وحروب أهلية وشغلها عن التنمية وعن خدمة المجتمع.
وعلى غرار وجهاء القبيلة الذين صاروا مركز قوى متنفذة ومتسلطة ومتطفلة ومتدخلة في قرارات الدولة، استثمر عدد من القادة العسكريين والجنرالات والسياسيين وشيوخ الدين والحزبيين مناصبهم ومواقعهم، وباعوا واشتروا ودخلوا في قائمة ما سمي لجنة المساعدات السعودية، وبعضهم استثمر إيديولوجياته في كسب المال من دول إقليمية تحت مسمى الدعم الحزبي أو المعونة الإنسانية. وهكذا صاروا طبقة من النافذين الانتهازيين الذين ينمون مصالحهم الشخصية ويستخفون بجمهورهم ويضخمون مراكزهم المالية والاجتماعية. ومن أخطر أشكال ثقافة الارتزاق السائدة أن الارتزاق باسم الدفاع عن الوطن والارتزاق بالكتابة والإعلام، فنرى عدد من الكتاب والكتبة والصحفيين والعاملين بالصحافة والإعلام يطفون على سطح الصحف للشتيمة والتحريض والبلبلة والشحن مقابل مال تمنحه دولة أو جهات أو نافذون. وعموماً إن وجه الخطورة في الارتزاق أن يصير ثقافة تعمل في اللاشعور الجمعي، بحيث لم يعد اليمني يستنكر سلوك المرتزقة ولا يستنكف من التعامل معهم كرموز وطنية، بل ولا ينتبه إلى سلوك المرتزقة وهو الذي يدمر الوطن ويسلب إرادته ويصادر القانون. بلحية طويلة غير مهذبة وشعر أشعث كثيف، ظهر الشاب البالغ من العمر 26 عاماً بجوار والدته في إحدى المستشفيات الحكومية بقرية في مصر تتحفظ BBC على اسمه، لكنها تتابع تفاصيل الحكاية. مشاعر خوف كست ملامح وجه الشاب، فهو لا يزال يعيش أثار تجربته الأولى في الخروج للشارع ورؤية أفاق أخرى لعالم اعتاد على العيش فيه طوال 10 سنوات مضت منذ أن كان مراهقا، حيث قررت والدته حبسه في بقايا ما يمكن أن نطلق عليه منزلا في قرية سجين الكوم بمحافظة الغربية. وبررت عزيز القلم والدة الشاب لBBC قرارها بحبس ابنها داخل إحدى غرف المنزل المتهالك بمحاولتها حمايته من مضايقات المجتمع المحيط به في القرية بعد أن أصيب بمرض لم تحدد حين كان في الصف السادس الابتدائي، واعتبرت ذلك حلا لتفادي تكاليف العلاج التي لا تستطيع توفيرها. وقالت إنها تقوم بخدمة ابنها على أكمل وجه في حدود قدراتها المادية، مضيفة أنها فوجئت بقوات من الشرطة منذ أيام تلقي القبض عليها وتصطحب ابنها إلى إحدى المستشفيات وسط حالة من السخط من أهالي القرية الذين أبلغوا الشرطة. ووفقا لتقرير الطب الشرعي، فإن الشاب يعاني من اضطراب نفسي ومشاكل في ركبته نتيجة الجلوس في وضع واحد لسنوات طويلة، كما تسبب الحادث في فقده النطق، لكن التقرير أفاد بأن علاج حالة الشاب ممكن. وأخلت النيابة العامة سبيل الأم على خلفية التحقيق في الواقعة، وذلك دون أي ضمانات، إذ أن قانون العقوبات المصري لا ينص على أي عقوبات تطال الوالدين في حالة الإساءة لأي من الأبناء. عدسات المصورين تصل إلى كل مكان في العالم لتلتقط مجموعة صور يمكن أن تصف إحداها مشاعر طفل يعمل بجد لكسب رزقه، وأخرى لطفل حزين بسبب النزوح والتشرد، أو لمجموعة من العاملات يقمن بعملهن بجهد كبير، أو حتى للحظات رائعة تقضيها بعض الحيوانات. الصور التي سنعرضها عليكم من صحيفة الجارديان اليوم تظهر كل هذا. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف، فلنتابع.
بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتور نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.